السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين ان في مشاكل كبيرة متعمدة في الاصدارات المختلفة للريفت. يعني لو انت شغال على ريفت 2020 وجالك مشروع 2018 ما يفشل عليه، لان لو عمل ابجريد في حاجات بتضرب والناس كلها لازم تشتغل على نفس الملف. لو جالك اصدار احدث ما تقدرش تشتغل عليه وهكذا. ونفس الكلام برضو في موضوع الفاميلي، فتلاقي انت عندك على الجهاز بتاعك ممكن 6 اصدارات للريفت، تمام، وكل واحده فيهم فيها المكتبه بتاعتها، ولو انت عملت ابجريد لحاجه ما تقدرش تشتغل على الحاجه التانيه، ف يعني سيئه. طيب من ضمن برضو الحاجات الادنس، بس الادنس في نقطه بقى. الادنس جربنا حاجه ونفعت كتير. هي عباره عن ايه؟ ان انا بدخل على المكان اللي الادنس بتتسطب فيه وانسخها، فبتغير التاريخ تشتغل. بمعنى بدخل على السي بروجرام داتا اوتوديسك ريفت ادنس، بلاقي بقى 2013 2014 2015 2016 وهكذا. الموضوع ده انا جربته كتير ونفع في اغلب الحالات، تمام. يعني 2013 مثلا، لا خلينا نشوف مثلا 2018، ممكن الاقي عندي مثلا الادس اللي اسمها داتا سميث مثلا، تمام، او اي ادس من دول تنسخه وتحطه في الفولدر اللي هو 2019 تلاقيها اشتغلت معاك، تحطها في 2020 تلاقيها اشتغلت معاك وهكذا. مجرد بس يعني ايه، بتنسخ من الفولدر ده للفولدر دوت، تمام، وهكذا. مجرد انها اتحطت في الفولدر هو يقراها على طول وتشتغل. يعني مش لازم يعني ساعات ايه الموقع تلاقي محطوط فيه من 15 ل 20، مجرد ان انا بنسخه من 20 ل 21 او 22 بتشتغل بدون اي مشاكل خالص. كبيرة قوي تحتاج ان انت مثلا تعدل 2022 دي ل 2020 او 2018 حسب الحاجة اللي انت عايز تشتغل عليها. الحاجات دي ساعات بتبقى ايه، تجرب وتشتغل، تجرب تغير كلمة تغير حرف بالصبر كده بتيجي تشتغل معاك بدون اي مشاكل. وساعات بتشتغل اوتوماتيك، وساعات بيكون مثلا في ملفات تانية مرتبطة بيها، يكون الادنس كبيرة شوية فبيحتاج ايه نوع من انواع المحايلة، تمام. بس دي وسهلت كتير قوي، لان في ساعات الشركه بتكون نزلت بعض الاصدارات وبعد كده فتحت ست لسه ما نزلتش، فانا بعمل الموضوع دوت وتشتغل عادي بدون مشاكل.